Voilà. على فكرة أنا كنت ممكن أعلم عليك قدامها بس ما رضيتش. تعلم على مين يا نجم؟ أنا لسه ما خلصتش كلامي. أنا بس جاي أقول لك لما تحب تعمل دكر وتيجي تعمل نمرة ما تجيش تعملها عليا أنا. وزي ما اتقاطرت عليا أنت وأصحابك في الكافيه الصبح هردها لك. بس أنا بقى هعلم عليك. كسروا عليا يا ولاد. ده بيتي. ده خير بقى. عارف انت غرور كده غير مبرر وعجرفة فارغة. ده طاهر. طاهر يا ولادي انا هوريك صعبين. يلا يا ولاد الكلب. يلا يا ولاد الكلب. خدني اخيبك. ايه ده؟ يا نهار اسود يا نهار اسود. بخوك بيبي عامل ايه؟ وراك ايه؟ تعبتك معايا يا عم. تعبك راحه. بقول لك ايه، ده انت لقطهم والله. ده انا عايز اقول لك بعد ما بعت لي عملت الاوردر جالي طلب عليهم تاني. هم دول بقى. هو الاوردر لمين؟ لمراد صح. ايه الدنيا؟ وانت هتجيب بضاعتك منين؟ إيه؟ ليه؟ لا عادي، اصل حاجه نظيفه يعني. ليه كم واحد صاحبي كده قاعدين بره بيظبطونا وبنقسم يعني زي ما كلنا بنعمل. ولا ايه يا عم شيكو؟ يعني التيشيرتات دي جالك من بره؟ ايوه. هو في ايه يا شيكو؟ لا مفيش اي حاجه. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا حاسس إيه شفتهم قبل كده التيشيرتات دي. طب ايه الفكر في ايه؟ مفيش اي حاجه، الموضوع بسيط بس صاحبي قلق شويه. ما تقلقش. انزل يلا انزل يلا. انا في ايه طيب؟ انزل يلا. ايه الحاجات دي؟ ايه دول؟ انت هنسيت فهمني في ايه؟ معايا فهمني. قول لي كام مره. فهمني حضرتك. هم هربوه من باب المطبخ. حضرتك هو اللي هرب لوحده يا باشا. ههربه ازاي بس؟ دي سمعه مكان. انا عايزك تهدي خالص وتاكدي انك مش هتخرجي من هنا غير ومعاكي حق. مش حق انا بس، حقي وحق كل البنات التانيه اللي اتصوروا. احنا اتحفظنا على الموبايل خلاص، وصاحب الكافيه جاي في الطريق. حضرتك انا بقالي اسبوعين بس شغال، مش عايز مشاكل. عملتوا ايه؟ انا مش هسكت، انا هبهدل الدنيا اخر بهدله. هو ده الحيوان؟ ماما ممكن تهدي يا فندم؟ حضرتكم مش هتمشوا من هنا الا لما يجي لكم الواد. اتصل يا ابني بصاحب الكافيه يا ابني، استعجله خليه يجيب بطاقه الواد. يا باشا ماليش ذنب والله العظيم، حتى حضرتك اسال الهانم. مش حضرتك قعدت ساعتين او اكتر في الكافيه؟ حد قرب لحضرتك او ضايقك؟ نهار اسود. انا عاوزه اعرف مين صاحب التليفون وفينه. هنجيبه زي ما قلت لحضرتك، حقكم هيجي لكم. طب انا عاوز اعمل محضر نفسي. ده اسمه تهريج والله، ده اسمه تهريج. مش عايز صوت بقول لك. انا عايز عزم بيه. اقف هنا ما تتكلمش. انا عاوز عزم بيه دلوقتي. اقف هنا ما تتكلمش. كنا في دوريه يا فندم في شارع 13، لقينا الاستاذ ده ماسك العصايه الخشب وبيضرب واحد فيهم، ولما سالناه قال انا بدافع عن ابني. يا حضره الضابط، ناس جايه تضرب ابني قدام بيتنا، لازم ادافع عنه. وطول الطريق عمال اقول لحضراتهم كده ما حدش عايز يسمعني. ممكن توطي صوتك؟ انا عاوز عزم بيه دلوقتي. عزم بيه ماشي. هو حضرتك بتهددني؟ يا عم سيبني. اوعى ايدك يا فندم. اللي هو بيقول هو اللي حصل، العيال دي جت اتهجمت عليا قدام البيت. هو في ايه النهارده؟ كاري امجد بيه. العيال دي كانت تعمل مشكله في الشارع، بيقولوا ان في حد نصب على التاني، قلت اجيبهم ونشوف حكايتهم ايه. عرفت اجيبه. انتوا بتعملوا ايه هنا يا بابا؟ بابا انت مخلف بلطجيه؟ لا ما بابا البنت دي هي ضعف حظ. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.